اسمي أحمد مصطفى محمد شحادة، مواليد لبنان. أهلي أنا توفوا في لبنان في مزار الصبرة شتيلة، وربطنا ستي وعشنا عند ستي فترة طويلة. بعد ما صابها التعب والمرض ودتنا عن مؤسسة في تل الزعتر في مؤسسة أبو عمار، وبال 94 أجينا على فلسطين على غزة وعشنا فترة كويسة. بس بعد الأحداث اللي صارت الانقسام في غزة هان صار الوضع سيء جدا، موضوع الرواتب، القروض اللي أخذناها علينا قرض، الأجرات، يدوب يعني عايشين الحمد لله عايشين بس مساعدة الناس، مساعدة الجيران، مساعدة المؤسسات زي هيك. هاي حياتنا يعني زي ما انتم شايفين. ومتجوز وعندي 4، عندي بنتين وعندي ولدين، والبيت أجار يعني، والأجار 200 دولار، ونتمنى إنه حد يساعدنا يعني، بس مش أكثر. أنا آلاء الهندي، زوجته لأحمد شحادة، مواليد الأردن. طبعا بعد ما أجينا لهون طم النصيب وتزوجنا الحمد لله. الوضع المادي بصراحة كتير كتير سيء، يعني بعد ما السلطة يعني شالت عنا الرواتب وهيك، هلا أصبحنا بدون مساعدات نهائي. قرض كبير علينا، ديون تراكمت علينا، أجار البيت تراكم علينا، ما فيش مساعدات نهائية نتلقاها من أي حد. وضعنا كتير صعب، أنا عندي الأولاد كتير كتير بطلب ومتطلبات، والله ما قادر ألبي لهم منه ولا طلب نهائي. يعني الوضع المادي كتير كتير سيء، ولا الحمد لله يعني احنا صابرين ونتأمل من رب العالمين انه يسعدنا. وطبعا والديون يعني علينا مبالغ صارت كبيرة كتير، وصاحب البيت عنا حتى احيانا بهددنا انه نطلع من البيت، وفي نفس الوقت مش قادرين نطلع لانه لو طلعنا حيكتب علينا كمبيالات وهيك، انه احنا ضلينا مرتبطين لا قادرين نطلع ولا قادرين نسده.